بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى في درس جديد، وهنشوف مع بعض إزاي هنبدأ نبني سوكت يقوم كل يوزر أو فيزيتور يدخل على السيرفر يتصل بيه على طول، وده هيكون طبعا بالتعامل مع الفرونت اند. لكن احنا في الباك اند بنبني الكونكشنز، أو ان احنا بنستقبل كونكشنز على الباك اند. اوكي، فبالتالي انا عندي الباك اند سوكت اي او، من خلالها هبدا اعمل رننج ليها على نفس البورت اللي انا انشات اللي هو ال 5000. فبالتالي انا مثلا هعمل فاريبل واسميه اس اي او. الاس اي او ده من خلاله او اختصار للسوكت اي او، هاجي انادي على السوكت كلاس، وهبدا انادي جواه على السيرفر فاريبل اللي انا انشاته فوق واللي عملت عليه اللازم. اس اي او هو الفاريبل اللي من خلاله هستخدم كل الميثودز اللي جوه سوكت دوت اي او. فبالتالي هاجي هنا هستخدم اول حاجه هي الاون فانكشن. ايه هي الاون فانكشن؟ الاون فانكشن بتتعامل مع الحدث او الايفنتس اللي بتحصل، والايفنتس اللي بتحصل ده بتحصل عن طريق اساليب متعدده هنتكلم عنها، وهو اول اسلوب ثابت لا يتغير هو اسلوب الكونكشن. فلو جيت هنا قلت sio.onConnection، اوكي، وجيت هنا فتحت بارامتر تاني، طبعا on هي بتاخد اتنين بارامتر، اول بارامتر هو اسم الايفنت اللي حصل، وبعد كده anonymous function عشان تستقبل بيها الداتا اللي راجعه من الايفنت ده. اوكي، فبالتالي هنا انا عندي الداتا، هنا هسميها سوكت او داتا، مش هتفرق ايا كان الاسم، فخلينا نقول سوكت عشان ده اليوزر اللي داخل، او نقول فيزيتور عادي جدا مش مشكله خالص. فباجي هنا في الكونكشن ديت بشوف كل عمليات الاتصال بتاعت من خلالها، واي عمليات ايفنت بتحصل من كل شخص متصل على السيرفر بنفذها جواها في هنا في الكونكشن ايفنت او الكونكشن اللي حصل. فممكن اعمل كونسول لوج من خلاله ابدا اشوف السوكت كونكشن اللي متصله عشان اتاكد ان في فيزيتور دخل حقيقي على الويب سايت. فلو جيت هنا قلت ان انا عندي وي هاف مثلا هنا وي هاف ا نيو فيزيتور از اي دي مثلا، وهحط هنا الاي دي بتاعه، هاجي هنا استخدم نفس الفيزيتور فاريبل اللي راجع من نفس الداتا بتاعه الكونكشن، وهجيب الاي دي. طبعا في اي دي، ده الاي دي ده بيكون يونيك اي دي، يعني في حاله ان انت عندك زائر جديد بيكون عنده يونيك اي دي، او يعني رقم او معرف او ايدنتيفاير فريد لا يتكرر ولا يستخدمه غيره يعني. فهي الفكره كلها ان كل شخص بيقوم بزياره السيرفر على طول بيكون ليه اي دي فريد. اوكي، اذا لو رحنا على البراوزر وجينا هنا مثلا وقلت لوكال هوست 5000 مثلا، ما عملناش للسيرفر ران، خلينا نيجي هنا نقول ران للسيرفر. فلاحظ هنا السيرفر خلاص اشتغل، هنيجي نعمل ريفرش، هيجي هنا يقول لي كان نوت جيت، وده بسبب عدم وجود ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال اللي احنا المفروض ننشئه، لان هو اوتوماتيك مع الستاتيك فانكشن هو بيروح يعمل اكسبلورنج على الاندكس دوت اتش تي ام ال. فلو جينا هنا انشانا فايل اندكس دوت اتش تي ام ال وجينا هنا عملنا ريفرش مره ثانيه، هنلاقي ان هو اصبح متصل مع الاندكس دوت اتش تي ام ال. طبعا ده عشان احنا عايزين نعمل الفرونت اند، واحنا قلنا الاندكس دوت اتش تي ام ال هو خاص بالفرونت اند. وهنا عندي فايل الاندكس، هقدر اخد كل الديزاين اللي جواه بكل سهوله وعلى طول اطبعه جوه الفايل بتاعي. طبعا ده في سي اس اس وفي اتش تي ام ال، فاحنا ممكن نفصلهم بكل سهوله. لو جينا هنا عملنا بيست وادد الستايل وخلاص حذفت الستايل، ورحت هنا عملت ستايل فايل دوت سي اس اس ووضعت كود السي اس اس فيه، ورجعت هنا عملت لينك ناديت بيه على السي اس اس، اوكي ستايل سي اس اس، خلينا نحط سلاش. وبعد كده نيجي نجرب ونروح على السيرفر، هنلاقي ان هو طلع لي الديزاين زي ما انت شايف. طبعا احنا هنيجي نعمل تكست اريا، هنا في التكست اريا دي هنعمل عمليه السند للداتا واستقبالها من خلال الفانكشن emit، وده هتشوفه في الدرس القادم. شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.